ناصف ساويرس، أغنى ملياردير عربي. دايماً الملايين بتجبر الأغنياء إنهم يعملوا حاجات استثنائية بتظهر ليهم قدرات خارقة في زمن ما عادش فيه 25 مليون دولار مقياس إنك تكون غني. والمصريين الصراحة كان عندهم طرق جديدة علشان يكسبوا كتير من المليارات، لكن يا ترى إزاي؟ ناصف ساويرس صاحب 8 مليار دولار قدروا يبقى ملك الاستثمار، وما سابش حاجة إلا واستثمر فيها، وبكل شجاعة سحب سجادة الفلوس من تحت أقدام الأغنياء العرب علشان يحجز اسمه بقايمة أغنياء العالم. ولو عايز تعرف حكاية الملياردير ده تابع الفيديو للنهاية. لأب غني وشغال في المقاولات، اتولد ناصف أنسي ساويرس سنة 1960 في سوهاج، ولما يكبر مش هينام على ريش النعام علشان أبوه صاحب شركة أوراسكوم المهتمة بالتجارة والعقارات، لكن رحلته لجامعة شيكاغو عشان يدرس الاقتصاد هتخليه ينام على مخدة من المليارات لما يرجع مصر في نهاية التسعينات علشان يبقى رئيس إدارة شركة والده أوراسكوم العملاقة. خليني أقولك حاجة مهمة، إن إدارة الشاب ناصف هتقلب سياسة أبوه في إدارة الشركة. لما جت فترة التسعينات رجل الأعمال الصغير ناصف ساويرس هيشتغل إنه يوسع نشاط شركة أوراسكوم جوه مصر وبراها علشان توصل الإسهامات في السوق الخليجي وكمان في القارة السمراء، وهيزود إنتاج الشركة من الأسمنت علشان إنتاجها يبقى 35 مليون طن في فترة قصيرة علشان تكون بداية حقيقية إن ثروته تكبر. لكن عقل ناصف اللي بيعشق الاستثمار وبيحب يكسب الفلوس هيخليه عايز ينجح أكتر وأكتر، وليه لأ؟ من شابه أباه ما ظلم. والده صاحب إمبراطورية اقتصادية عملاقة، أيوة هي شركة أوراسكوم اللي توسع نشاطها من الصناعات الإنشائية إلى السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، وبقت من أضخم الشركات المصرية. في سنة 2007 كان في صفقة جامدة جداً هزت عرش الأوساط الاقتصادية العالمية، ناصف ساويرس هيبيع شركة والده اللي هي شركة الأفراج الفرنسية مقابل 6 مليار يورو كاش و2 مليار يورو على هيئة أسهم في الشركة، لكن ناصف هيفضل هو مسؤول إدارة الشركة علشان الأسهم اللي احتفظ بيها بالمجموعة الفرنسية. كان تقدر ثروته في عام 2007 حوالي 3.9 مليار دولار، لكن النجاح والأرقام المليارية خلت عين ناصف إنه دايماً عايز يجرب كل شيء جديد، بيحب الفلوس، فما اكتفاش بالانتصار في عالم المقاولات والبناء، لا ده قرر إنه يدخل قطاع الأسمدة النيتروجية سنة 2008. ولما أدار شركة أوراسكوم من خلال الأفراج الفرنسية استحوذ على الشركة المصرية للأسمدة، وتربع ناصف ساويرس على عرش صناعة الأسمنت واحتكارها. ولما جت سنة 2013 دخل بيل جيتس شراكة مع رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس للاستثمار بأوراسكوم، وعملوا مصنع الأسمدة في أمريكا، وبلغ إنتاجه للأسمنت سنة 2015 حوالي 6.8 مليون طن، وبعدها امتلك حصة بشركة أديداس الرياضية تقدر بحوالي 70% و55% من أسهم نادي أستون. وسنة 2018 احتل ناصف ساويرس قائمة أغنى أغنياء مصر بثروة تقدر ب 6.6 مليار دولار اللي بيعادل حوالي 116 مليار جنيه، وبقى أغنى مرتين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفي سنة 2020 عليت ثروته بنسبة 74% ولقب بملياردير القفز الطويل. لك أن تتخيل من بداية مشاهدتك للفيديو إن ممكن يكون ارتفعت ثروة ناصف ساويرس مليون دولار. لو تعرف قصة مشابهة لملياردير عربي نجح في وقت صغير قول لنا مين واحكي لنا عن تفاصيلها، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عين مصر.